المرافعة في حقيقة كانت قيمة، وعبرت فيها النيابة العامة عن صفتها باعتبارها خصم شريف، وناقش بكل نزاهة وجرأة الجرائم المنسوبة للمتهم طبقا لما هو منص عليه القانون، وأبرز أركان الجرائم ثم الأدلة الخاصة والعامة بكل جريمة وبكل ضحية. فعلا كانت مرافعة قيمة للنيابة العامة شاملة لجميع ما يمكن تصوره، سواء من حيث ثبوت الجرائم أو من حيث وسائل الإثبات أو التكييف أو غيرها، ثم طالبت بتطبيق العقوبات التي تكون رادعة في حق المتهم. إن فعلا النيابة العامة بذلت مجهود، وأكثر من ذلك أدلت بمذكرة كبيرة ضمنت فيها جميع مرافعاتها. المشايخ قامت الفصل هو اللي كيحدد العقوبة، طالبت بتطبيق عقوبة رادعة في حق المتهم بسبب كثرة الضحايا وكثرة صور الاستغلال وطبيعة الضحايا والأضرار اللاحقة بالضحايا وطبيعة هذه الجرائم الخطيرة على مستوى العالم بإكماله، والدول كلها كتحد لها عقوبة قاسية، وربما المغرب أقل الدول قساوة في حيث هذه العقوبة من حيث هذه الجرائم. المؤلم جلسة تخلى نقاش، لأن احنا عادة للأسف المحامي خصو يحضر مع المتهم ديالو في جميع الجلسات ويؤازره، سيما في جنايات خطيرة فيها عقوبات خطيرة يجب أن يكون حاضرا. للأسف كاين واحد المحامي اللي ما حضرش جميع الجلسات، غاب حوالي 15 جلسة، اللي هو انا غنكون ربي غنقول الاستاذ عبد الصمد، لانه كيقول كروت بدون الاستاذ ما كيحترموش، عوض باش يجي للجلسه يناقشوا معنا، فاذا به ما كيحضروش الجلسه كيتخلاو على المهمه وكيجيو كيروجوا الخطا. انا اعتبر اكبر خطا هو الكذب على الراي العام. ملي كتوصل تكذب على الراي العام يعني ما كتحترم لا الراي العام لا الصحافه، ما تحترمش نفسك. فعلى الاقل الخبر في الصحافه تنقلوا بامانه، انتم كصحفيين ملزمين نقل الخبر امانه، اذا حورته او زورته او درت شي خبر هنا تكون مشكل فيك، فيك شي خلل في عقلك او سلوكك. على الاقل احترم المجتمع ونقلوا الخبر. الاستاذ عبد الصمد للاسف عوض باش يجيك مشى يشر واحد المقال في ديك اليوم 24 اللي هي تاع بو 20 اللي فيها حنان بكور اللي رقاها بعد ما تعتقد رقاها وصبحت هي المديرة. إذا كنت كصحفي نزيه وجا واحد عندك واحد الرأي خصك تسمع الرأي الآخر وتنشر. للأسف دار مقال في الجريدة، حنا كنقولوا مودي المحاكمة كتوقع في القاعة، فإذا بهاد الناس كيفروا من القاعة لعدم القدرة على المواجهة كيلجؤوا لواحد جديد تنشر رأي واحد وحادي بدون نزاهة وكيروجوا اخطاء. مثلا العنوان محامي الدوله، فعلا ان محامي الدوله في المشكل، ماشي غير كاين محامي بزاف الدوله عندها محامي في القضايا. دابا الدوله تطورت ودارت محامي وامنت باستقلال القضاء، وهما ما قدوش يامنوا باستقلال القضاء وجاتهم الدول محامي الدوله، شي حاجه غريبه. في حين عدد ملفات منذ سنين الدوله دير محامون في القضايا والوكيل القضائي يدير محامون، هذه ولكن القزم منها هو ايحاء، ايحاء خسيس كما اقول بياسر، وكيقول انه العبث، بالعبث هو اللي نقلوا. اش كيقول؟ فخر خسافي لاصول المرافعات، عملت انا ما قدمش المرافعه والمطالب، انا قدمنا المرافعه وقدمنا المطالب، احنا عندنا مصلحه مشتركه، رفع 11 محامي حوالي 40 ساعه ولا 50 ساعه باش ما نطيحوش في التكرار والاجترار. ملي كتكون هذا النوع من المحاكمات وانا عشتهم منذ 94 كنقسموا الدفاع في تنسيق، هذا غيرافع هذا غيعقب هذا غيجاوب باش كلشي يشارك، هنا غندخل في التكرار، والتكرار مسيء للمحاكمه وضد قواعد المحاكمه العادله. وقال لك اسيدي الترتيب قانون الماده 427 كتبدي بدا الطرف المدني النيابه العامه كتقول ويسمح للطرف المدني بالتعقيب. دونك لماذا؟ ثانيا اش من ضرر كيحصل لكم انتوما انا الا ما رافعتش غنعقب في اطار التقسيم؟ اش من ضرر؟ انتوما سمعتوا الطرف المدني
13 الواحد في المشكل مزيان كيقول هذه الخطوه ضرب اخلاقيات وقواعد مهنه المحاماه. اللي كيضرب قواعد المهنه هو اللي ما يحضرش مع المتهم ديالو، اللي كيضرب قواعد المهنه اللي كيهرب من القاعه وكيخرج برا يضر، واللي كيضرب قواعد المهنه هو اللي يسئلها. هذا الشيء خصو يكون داخل الجلسه ماشي في الصحافه وفي المنابر. واللي كيضرب صميم المهنه هو الكاذب على الراي العام والتحوير، وهذا الخطا. اش كيزيد هذا القرار غير مستغرب ممن اعتادى كادا ويخرق القانون ووجدوا ارضيه خصبه تسمح له بذلك. والحال ان المحاكمات قديمه، محاكمه السياج بالعرج بالخلوفي مخدرات كلها هنا، كيكون الدفاع كثير. علاش؟ حق الدفاع غير مقيد، ممكن المتهم يجيب 100 محامي وضحيه يجيب 100، لا غير رفعوا 100 وعقبوا 100 وبقوا 100، غادي يكمل واحد في العام. كاين السقو في اطار التنسيق في التكرار والاجترار والملل، هذا رافع هذا يجاوب. كاين شي حاجه اكثر من هذا الشيء. وزاد كيقول لك اسيدي قال لك انا نعقب قبل ما يسمع المرافق. حنا معروفين غترفعوا منطقيا ملي غيرافع شي واحد، يدير لك عندك ملاحظه تعقب، هذه قوم امور ساذجه ما تطلبش ذكاء اللي اعتبره ماشي حاجه كبيره. وكيقول قرار تعقيب كرد الاستاذ هو مخالفه لقواعد المهنة، خصو يحترم الزملاء للاسف. وكيقولوا يخدم اجندات مش لاجندات تاع راس العامله ديالنا، هضر عندنا ضحايا دابا تنوب على ضحيه تخدم اجنده، ربما هما موالفين يخدموا الاجندات. حنا عارفين اما حنا جايين دفاع الضحايا مخلص للضحايا، والمدافع الدوله كانت ضحيه، وانا استاذ علم الضحايا خصو يعرفها. وكنقري هذه الماده ولي الفضل فيها ودرت فيها وطروحها فيها، فكنهتم بهذا النوع من الضحايا سيما الضحايا الخاصين ضحايا التجار في البشر. فلا بد من المجتمع كامل حسب الاتفاقيات خصو يقدم لهم الدعم والمواكبه، فكيف ارادوا حرمانهم حتى من الدفاع؟ كانوا ضحايا الجريمه بغاو يكونوا ضحايا حتى المحاكمه، ما عندوش حق في الدفاع. كيقول لك بمخططات استراتيجيه كما قال النقيب بوعشرين متناسي ان ليس النقيب بوعشرين ساحب. انا ما فهمتش، انا دفاع كاين ساحب القضيه، اخلاقيين ما بقيتش لا حق لقى في الكلام. فكانت تاتي بخبره بالالوان اصليه وتناقشها وانت لا تنوب في المفعول ولا تؤازر المتهم وانت على انت انسحابك. هذاك انسحب وكيهضر، هذا ما كيحضرش وكيعقب. للاسف كيمشي للصحافه وبمغالطات وتدليس على الراي العام وكلام لا يليق لا بالمهنه لا حتى باخلاق البشر، لان هادو اعتادوا تهزروا بالبشر وحتى باخلاق الغير، وهذا مؤلم للاسف. ولكن ختام القول ان مرافعه النيابه الدفاع كانت هائله ازعجتهم، ومرافعه النيابه العامه اقلقتهم والتمسوا مهله لاداء الدفاع، بمعنى في احتجاج خطير، بمعنى انهم ليس لهم القدره على مواجهه الاسانيد القويه. واش هذه 8 شهور وهما يقول لك جاهز دابا عاد يطلبوا مهله تكملوا هادو، عاد باغي تلتبس مهله، عاد باغي تقراوا توجد الملف، بمعنى ان كان شي امور قويه. والا كانوا يقولوا غدا ندوزوا، قال لهم سبت الاحد قالوا لا اثنين ما قدناش عطونا اسبوع و 8 شهور، راه المحاكمه خاصها تكون بعجل معقول، راه الملف طال، عاد باغي نطلبوا مهنا وكانكم عاد جيتوا اليوم، راكو عارفين الملف منذ زمان. حنا ملي قررت المحكمه قالت لك رافعوا رافعنا، انت لا في تكرر قلت لهم رافعوا اللي موجد لا احد اراد، كلهم احتجوا بغاو مهله كافيه للطلاع وكانهم عاد داروا مؤازرتهم اليوم، وهذا مؤلم جدا. بمعنى ان مرافعه تصريحات الضحايا الادله المعروضه مرافعة الطرف المدني مرافعة النيابة العامة أزعجتهم، ويحتاجون إلى مدة من الزمن ليعدوا لها إن وفقوا في ذلك. ولا أظن ليس كفاءة منا أو من النيابة العامة، وإنما لكون الأدلة دامغة والحجاج قائمة، ولا يمكنهم دحض أي شيء من هذا القبيل إلا التناقضات التي سقطوا فيها ولا زالوا يسقطون فيها، ويهربون إلى الصحافة ويكذبون على الرأي العام، وهذا مؤلم جدا. وكي احنا ما عمرنا ما غنكذبوا عليكم الراي العام، نقولوا راينا اللي يقولوا له نقول لكم هنا
ما عمرو ما نغلطوا. علاش؟ كنحترموا الصحافة وكنحترموا الرأي العام وكنآمنوا بنقل الخبر للرأي العام وكنوقف بالملف ماشي ما كنوبوش ونهضروا وكنحضروا ماشي اللي ما يحضرش ويمشي يهضر. هذه قواعد وأخلاق المهنة.